لوط لوط ابعد عنه حد. هو الاقبال يعني لسه بدا يعني واحده واحده يعني مش يعني هو في الحمد لله رب العالمين، بس هو الاقبال بيبدا من بعد 15 شعبان. الفانوس الصاج المصري لان ده صناعه مصريه 100% من ايام الفاطميين، او الفانوس الخشب والخياميات بمشتقاته، بقى الفانوس الخياميه بمشتقاته، الفانوس الخشب بمقاساته الوانه واشكاله، اشكال كتير. وفي الفرجيات برضو صناعه مصريه، في الاضاءه صناعه مصريه، والصاج طبعا بقى حاجات كتير يعني حاجات كتير، ده صناعة مصرية 100% بأساته. فانوس الشمعة بتاع زمان موجود، كله موجود بفضل الله يعني. المنتج المصري فرق كتير، لان يعني المنتج المصري هو الفانوس، هو اللي بيديك بهجة رمضان وبيديك الأجواء الرمضانية كلها صناعة مصرية 100%. ده بيتركب له لمبة، في فانوس شمعه، في فانوس بلكونه، جميع الاحجام وجميع المقاسات، جوده وسعر يعني برضو في متناول الجميع. في كده برضو فانوس الصاج ماكس خياميات، برضو صاج وازاز، واسعاره مش غاليه يعني. الفانوس بيبدا من 75 جنيه وانت طالع، حسب احجامه حسب الصنعه اللي فيه، لان الفانوس مش بالحجم بالصنعه، فانوس الصاج بالذات، لان هو ده صناعه يدويه.